نعم، هذه أفضل مباراة لنا منذ فترة طويلة بكل صراحة. نحن فعلا قدمنا مستوى جيد جدا في الفترات المهمة، كان كل اللاعبين موجودين، الرغبة في الدفاع كانت موجودة كذلك. إذا نعم، عقدنا الأمور على خصمنا أستون فيلا، ونحن بالتأكيد أردنا الفوز، وأنا أعرف أنهم هم أرادوا الفوز، لديهم مستوى جيد جدا، لكننا قدمنا مباراة ممتازة اليوم كما نريدها بالتأكيد. ولكن المدافعين بالتأكيد جميعهم يعملون جيدا رغم كل شيء، ولكن نحن تمتعنا اليوم بهذا المستوى وعدم قبول أهداف، مستوى جيد جدا. جوال كذلك مهمة صعبة جدا بالتأكيد مع وجود بوتكنز في طوال المباراة، صعب جدا فعلا مراقبة بوتكنز، ولكن جوال كان جيدا وذكيا جدا. كل اللاعبين قدموا مستوى جيد في الحقيقة، وكذلك مستوى هجومي جدا، وعندما يلتزم كل اللاعبين فإن الدفاع يكون جيدا والهجوم يكون فعالا وناجعا. وقد رأيتم، أنا سعيد جدا بكل ما رأيته اليوم.